قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان عامل. تمام يا فندم. بالك يا هاب، التطوير ده اللي بالتنمية اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت بينك وبين القاهرة الجديدة قد ايه؟ النهارده الشبكه اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول، الشبكه الطر دي وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه، نقدر نضيف سواء للقاهره الجديده او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده شرقا؟ ايوه كده، نضيف لهم 15,000 دول. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلومتر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال للاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة، تم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم، وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم، إنشاء جديد. وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حارة مرورية يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي يا فندم. والمنطقة يا فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لأعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسة وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، وبدأنا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسية. أولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الأوسطي للقاهرة الجديدة، وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر، وبقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر، بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنة السياحي وينتهي بالدائري الأوسطي يا فندم. ده فندم هيسهل الحركة المرورية ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعية وربط القاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائري الأوسطي يا فندم. هنخلص امتى طب؟ سيادتك لا انا بتكلم على دكتور. سيادتك الكلام ده كله الجسر الترابي بالاعمال بالكباري والانفاق والاعمال الصناعيه في الجسر الترابي هيبقى اخر شهر 6 خلصانين. لا احنا هنعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل، بس هيبقى في مشكله عشان موضوع المرافق. احنا بنسمع مع جميع جزء ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا، وزاره الاسكان وزاره الكهرباء وزاره البترول وزاره الاتصالات، عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البناء الاساسيه سيادتك تكلت على سيادتك تبقى موجوده، بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي المرور موجوده يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للاعتياد. اهو بسيادتك سواء هنا او اي حاجه ثانيه بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك. كده احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه سيادتك الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم المطور. ايوه يا فندم. كده؟ ايوه يا فندم. كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة
لتيسير الحركة المرورية بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية هنا، وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة هيساعد على نقل الحركه من 90 الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو. الكلام ده كله حر على الطريق الدائري وسيادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث لا ما تاثرش يعني كمستقبليا المطال العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الهلال والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكناها قبل كده. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه المروريه مدروسه يا فندم، مدروسه ما اتدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا. المحاور دي هتخدم محور محمد نجيب، الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب، سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن ده، فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا. ده بالعكس ده هتخف التكدس يعني مع الزياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد. شهر 6 ان شاء الله كده ان شاء الله. شكرا كل سنه وانت طيبين. سلام عليكم. هن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات. وأكد وزير الدفاع أن بذل رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها الحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية، مشيرا لأن وحدة نسيجنا الوطنية هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضري جيلا بعد جيل. استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيناتور الديمقراطي كريستوفر فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيفري ميركلي عضوي لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكية لبحث آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة. وأكد الأمين العام على ضرورة اطلاع الولايات المتحدة بمسؤوليتها للضغط على إسرائيل لوقف الحملة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال في حق الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة ومساعيها الحسيسة لترحيل السكان قسرا من شمال القطاع لجنوبه. وأشار الأمين العام إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد أنماطا من العقاب الجماعية ترقى إلى جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة العمل على تطبيق حل الدولتين بطريقة جدية وحقيقية لإنهاء هذا الصراع. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% عن عام 2022 مع تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل في الأول من يناير 2024 بلغ 105,808,000 نسمة، وذلك وفقا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.